من هم الاولياء؟ نريد شرح مفصل، لان في بعض البلاد المجاورة يجب عليك ان تأخذ طريقة من الشيخ حتى يكون واسطة بينك وبين الله. هذا الحد قولهم. الاولياء هم اهل الايمان، وانت منهم اذا كنت مؤمنا انت منهم. اولياء الله هم اهل الايمان والتقوى. قال تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه: وما كانوا اولياء ان اولياء الا المتقون. فاولياء الله هم اهل الايمان والتقوى، الذي وحدوا الله واستقاموا على دينه فادوا فرائضه وتركوا مناهيه. هؤلاء هم اولياء الله، هم اهل الايمان وهم اهل التقوى، ولا تقع منهم معصيه هم يتوبون فيتم ايمانهم. قد يقع من الولي المعصيه والمؤمن ثم ينتبه فيتوب فيتوب الله عليه. واذا لم يكن كان مؤمنا ناقصا وليا ناقصا، واذا تاب تاب الله عليه. اما ما تقوله الصوفيه وان الولي عند خوارق وعند شعوذه وعند دعاوى طويله عريضه حتى يقال انه شيخ الطريقه، وحتى يقلد وحتى يتبع فيما يريد وفيما يهوى، وحتى ينسى كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، هذا من عمل الشيطان، هذا من الضلالات والبدع والاهواء المنكر. نسال الله السلامه.